السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم تلاميذ سنة رابعة ابتدائي اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية. نقرأ السند: القشابية من الألبسة التي يبقى الجزائريون أوفياء لها رغم الموضة والعصرنة، فهي موروث مادي يجمع بين الهيبة والوقار وجمال الهند. القشابية من أجود أنواع الألبسة التقليدية والتي يبدع الحرفيون في صناعتها من خلال نوعية وجودة الوبر. كان تاريخ القشابية عظيما، فقد ساعدت المجاهدين على إخفاء السلاح وتمريره بين عناصر العدو، كما حمت القشابية المجاهدين من البرد القارص ومن لفح الحر في قمم الجبال، وحفظت لهم زادهم. لا تزال القشابية تفرض وجودها بقوة بين مختلف الطبقات، ويفضلونها تفضيلا جبارا في كل المناسبات. أسئلة الفهم. نقرأ الأسئلة. هات عنوان مناسب للسند. كيف ساعدت القشابية المجاهدين؟ استخرج من النص مرادف مخلصين، مؤونتهم، وضد معنوي. أسئلة اللغة. أعرب ما تحته خط في السند. عندنا الحرفيون. استخرج من النص: اسم موصول، مفعول مطلق، فعل ماض ناقص، مضاف إليه. بالنسبة: حول ما يلي إلى المفرد المذكر. القشابية من الألبسة التي يبقى الجزائريون أوفياء لها رغم العصرنة، يلبسونها ويبدع الحرفيون في صناعتها. هات عنوان مناسب للسند. السند يتكلم عن الألبسة التقليدية أو يتكلم عن القشابية. إذن عنوان السند القشابية. كيف ساعدت القشابية المجاهدين؟ ساعدت المجاهدين على إخفاء السلاح. ساعدت المجاهدين على إخفاء السلاح وتمريره بين عناصر العدو. وتمريره بين عناصر العدو. الإجابة في النص: ساعدت المجاهدين على إخفاء السلاح وتمريره بين عناصر العدو. استخرج من النص مرادف مخلصين. مخلصين معناها أوفياء. مخلصين مخلص وفي، أوفياء. مؤونتهم زادهم، معناها زادهم. ضد معنوي مادي. ضد معنوي موروث مادي. إذن ضد معنوي مادي. أعرب ما تحته خط في السند. عندنا يبدع الحرفيون. الحرفيون نقول فاعل مرفوع. الحرفيون فاعل مرفوع بالواو والنون لأنه جمع مذكر سالم. استخرج من النص اسم موصول. نبحث عن اسم موصول في السند. التي هي اسم موصول. مفعول مطلق يفضلونها تفضيلا. تفضيلا هو مفعول مطلق. فعل ماض ناقص عندنا كان، هو فعل ماض ناقص. اسم، نستخرج اسم. عندنا القشابية هي اسم. مضاف إليه عندنا تاريخ القشابية. لاحظ قبلها نكرة وهو معرف بالألف واللام. إذن
أيضا القشابية مضاف إليه. حول ما يلي إلى المفرد المذكر. القشابية مفرد مذكر وليس جمع. القشابية من الألبسة التي يبقى الجزائري، نقول القشابية من الألبسة التي يبقى، نكمل، التي يبقى الجزائري مفرد مذكر. وفيا لها، وفيا لها رغم العصرنة يلبس ويبدع، يلبس ويبدع الحرفي. الحرفي، الحرفيون تصبح حرفي لأنه مفرد مذكر، في صناعتها، في صناعتها. الوضعية الإدماجية، تكلم في بضعة أسطر عن أي لباس تقليدي. عندنا القشابية كنا وضعنا لها تعبير، سأضعها لكم في صندوق الوصف.